مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع: أمطار رعدية مختلفة الشدة في أماكن مختلفة من المملكة، بتكون أحيانا مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وخاصة في المنطقة الشرقية والشمالية وأيضا بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية. مشاهدينا، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأيام أو الأحوال الجوية المتوقعة بداية من يوم الأحد. يوم الأحد أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، خاصة في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى وأيضا الجنوبية الغربية، مع سقوط زخات رعدية من المطر في هذه الأماكن. أما درجات الحرارة المتوقعة: المناطق الشمالية الغربية 21-7، لكن المنطقة الشمالية الشرقية غائمة وزخات رعدية من مطر 19-9، والمنطقة الشرقية أيضا زخات رعدية من مطر 26-22، والمنطقة الوسطى 32-20 مع زخات رعدية من مطر، والجنوبية الغربية 21-13 وزخات رعدية من الأمطار. يوم الاثنين أجواء مشمسة تقريبا في المناطق الشمالية الغربية العظمى 20، وأجواء لطيفة في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا، الصغرى المتوقعة 8، والمنطقة الشمالية الشرقية رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، العظمى المتوقعة 20 والصغرى 10، المنطقة الشرقية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 29-19، المنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27 العظمى والصغرى 16، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 30-21، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا، العظمى 18 والصغرى 13 درجة مئوية. أما يوم الثلاثاء فأجواء تقريبا مستقرة في معظم مناطق المملكة، معتدلة في النهار لطيفة في الليل باستثناء المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر، المنطقة الشمالية الغربية العظمى 25 والصغرى 10، المنطقة الشمالية الشرقية 23-13 مع رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، المنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 25-17، والمنطقة الوسطى 26-16، والمنطقة الغربية 30-21، والمنطقة الجنوبية الغربية 19-11 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأربعاء: ارتفاع آخر على درجات الحرارة، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 29 والصغرى 13 مع ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة، والشمالية الشرقية أيضا ظهور سحب عالية ومتوسطة، العظمى 24 والصغرى 13، والمنطقة الشرقية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 27-19، وأيضا المنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 28-20، والمنطقة الغربية معتدلة نهارا إلى حارة نسبيا ولطيفة ليلا 32-25، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا 22 العظمى والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، أجواء معتدلة بالنهار لطيفة في الليل، المنطقة الشمالية الغربية 32 العظمى والصغرى 27، المنطقة الشمالية الشرقية 27-16، والمنطقة الشرقية 28-19، والمنطقة الوسطى 30-19، والمنطقة الغربية حارة نسبيا 34-27، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع أمطار متفرقة 22-15. أما يوم الجمعة، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة واستقرار الأجواء باستثناء المناطق الجنوبية الغربية وبعض المناطق الغربية، الأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية، العظمى المتوقع 34 والصغرى 17، المنطقة الشمالية الشرقية 32-20، والمنطقة
المنطقة الشرقية 27-21 والمنطقة الوسطى 30-20 والمنطقة الغربية حارة نسبيا وغائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 34-23 درجة مئوية والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات من الأمطار أحيانا العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.